مساء الخير الإخوان والأخوات المحترمون. تابع لي الموضوع اللي غنناقشو هو الموضوع ديال لي باركين ديال فاس المدينة. لي باركين اللي نايض عليهم واحد الزوبعة كبيرة، نايض واحد المشاكل، واحد الاحتجاجات من طرف التجار والساكنة. الشركة المفوض لها ما خلاتناش نكملوا الفرحة ديالنا، أصرت أنها تنكد علينا الفرحة والانتظار ديال هاد لي باركين اللي افتخرنا بهم ودرنا ونادينا وقلنا أنهم زوينين، ولكن في الأخير صدماتنا بقرارات وأثمنة خيالية، أثمنة لا ترقى، أثمنة اللي هي ما يقدروش عليها الساكنة ولا التجار. اليوم غنكون جد واضح وغادي نشرح بعض المسائل باختصار، وغادي نوجه الرسالة ديالي مباشرة، وغادي ندير النقط على الحروف إلى السيد المحترم السيد عمدة مدينة فاس سي عبد السلام البقالي. سي عبد السلام البقالي، لماذا أوجه لك الرسالة؟ لأنك أنت والمجلس ديالك المسؤول الأول عن هذه الشركة. غتسولوني كيفاش مؤخرا في دورة المجلس دازت واحد النقطة أنها سمحوا عطاو التفويض لهذه الشركة أنها تشتغل. إذا المجلس هو اللي عطى الشرعية لهذه الشركة المفوض لها. المجلس ملي صوتوا الأعضاء ديالو المنتخبون ديالو اللي هما كيمثلوا الساكنة عطاو الشرعية لهذه الشركة على أنها تكلف لي باركين. ولكن اللي بغينا نتعرفوا الاخوان والاخوات والمتابعين والناس، حد العدد ما فاهمينش الموضوع، ان هاد الشركه خدات هاد لي باركين بزيرو درهم، ما غتعطي حتى ريال للجماعه، لان من المفروض ان لي باركين كي اميليوريو المداخل ديال الجماعه. ولكن السيد العمده المحترم اصر على انه يصوت هو والاخوان ديالو والمستشارين ديالو يصوتوا على النقطه ديال التفويت، وضحى بالفلوس اللي غتجي من هاد لي باركين، وقال بالحرف، قال انا الهدف ديالي ماشي هو الماديات، الهدف ديالي هو ان التجار والساكنه والزوار يجيو بواحد الاريحيه ويصيبوا في ليستاليو. ضحى، هذا كيبين على النبل ديالو، على الاخلاق ديالو العاليه، وعلى الاحترام ديالو للساكنه. وانا كنت خديت مع واحد التصريح وغنعاود نعاود لكم هذا التصريح باش نبين لكم ان السيد العمده المحترم عندما صوت ومجلسه على هذا القرار ديال التفويت لهذه الشركه راه ما كانش منتظر هاد الاثمنه وهاد المصائب الكحله وهذا الشيء. غادي نسمعكم بالنسبه للموضوع ديال لي باركين، لي باركين المشروع الملكي، الشركه ديال المراكين جات مرحبا بها، هذه واش الجماعه غتستافد شي حاجه؟ غتستافد شي مبلغ؟ غنستافد، هذا هو اللي بغينا المبلغ اللي غنستافد، هو يتفتحوا ذاك المراكين. لا اسمح، هو لا واش مبلغ مادي؟ لك انا هو الجامعه. تفضل اسيدي. انت هو الجامعه معايا. لا انت هو اللي كتبغي. انا الربح ديالنا الكبير والواضحين هو يتفتح داك الشيء للتجار والصناع والسياح يجيب. انا حتى هو جاتنا الدنيا ديال المدينه بهذا الزوار، لان الناس يجيو يزوروا ما تيبقاش فين يكاريو الطونكلات ديالهم، لا تجار لا سائحين لا بائعين لا كذا. اذا حنا هذا الرواج هذا هو الكبير انا عندي بالنسبه للمدينه. تتقول لي واش حنا غادي نديروا بان المداخل ما غادي يكونوش؟ غادي يكونوا، غادي يكونوا مداخل، غادي يكونوا هادشي اللي بغينا نطلبوا. هاد لي غوندوفونس حري هما هاد لي غوندوفونس كلشي مازال 100 درهم في العام تقريبا البلاصه، هادشي اللي سمعنا غير في هادي ديال بوجلود وفي هاديك ديال 50 درهم ديال 50 بلاصه ديال باش ديال الرصيف، مازال الاخرين غادي نديروهم حنا. الفائده ديالنا شوف الله يجزيكم بخير، ما يكونش عندنا هاد الهاجس ديال انه المداخيل خاصها تدخل الجامعه. حنا هاد الفلوس اللي تخسرت وسيدنا ولا عطاها لدين فاس لهاد لي باركين راه ماشي بغيناهم يكونوا هو المريد ربح للجامعه. هادي المداخله ديال السيد العمده كتبين على انه ضحى بالمداخل ديال لي باركين من اجل الصالح ديال الساكنه والتجار، وهذا يحسب له نقطه حسنه.
ما كانش منتظر على ان هاد الشركه غتجي غادي دير لنا هاد الفوضى وهاد التسيب. وسيد العمده ملي وافق هو المجلس ديالو عطاو الصلاحيه لهاد الشركه انها تفويض انها دير الباركين وهداو لها هاد الباركين باش تقبض القبض وتربح. راه ما دارهاش هادشي باش تكرفص هاد السكينه، راه ما كانش يظن ان التجار والسكينه غيتكرفصوا. وانا السيد العمده غنعطيك واحد ليكزومبل من التجار ومن الساكنه باش تعرف على انه هاد الشركه راه تكرفصت علينا وراها غدير مشاكل كثيره. لذا يجب ان تتدخل السيد العمده المحترم، غنسميو الاسماء، انت هو المسؤول الاول، انت اللي فوتتي لها، انت اللي خصك هاد الامور تقادها. سمع السيد العمده، هذا رئيس الجمعيه، سمع، بغينا تاجر يدخل في الباركينغ اللي يليق بالتاجر، ماشي هذا الباركينغ، هذا راه ما باركينغ ما والو، هذا ماشي باركينغ. شي الا مشيتي شتي الدورة من هيه ما تصيبش من يدوز العزيز، ما تصيبش من يدوز، هذا من هنا كله محفر. ها هما سرعوا باش يشدوا الفلوس، صلحوا بعدا الناس من يدخلوا الفلوس، بعدا من يدخلوا الفلوس دخلوا فلوس حلال، مش دخلوا فلوس حرام. اللهم دامك من 8 ل 12. رسالتنا لهاد الناس هادو والسيد الوالي مشكور الله يجازيه بالخير، بان يشوف من حال هاد التجار هادو راهم كيموتوا عرق بعرق. بغينا تسعيره تليق بالتاجر، الله يحسن له العوال، كيقيل باب مفتوح مرهون من 8 الصباح حتى 7 العشيه باش يجبد قوت يومي للوليدات ديالو. بغينا واحد التسعيره اللي تليق بالتاجر اللي هي 150 درهم ابون مول التجار ديالنا كاملين بدون شجور تعجيزيه. انا غنمشي معاك السيد العمده ضربه ضربه. انت ملي وافقتي وصوتتي انت والمجلس ديالك الموقر درتيه من اجل الصالح الساكنه والتجار، الله يجازيك بخير، يحسب لك. ولكن الفيلم تقلب، هاد الشركه اولا هاد الشركه دايره الفوضى. انت تسمع هذا اللي دوزناه رئيس الجمعيات ديال التجار ديال الدروج الملكيه، حنا غنعطيوك تسمع كذلك الساكنه. وشكرا. الساكنه غتسمع، هذا من الساكنه. احنا من الساكنه ديال المدينه العتيقه، العاصمه الروحيه للمملكه المغربيه. كنطلب هاد الاسعار الخياليه اللي هاد شركه المرائب، بحيث ان اذا جا عندك الضيف لهنا للمدينه القادمه وجلس عندك العطله الصيفيه، اخ ديالك ولا الاخت ولا العم خصو يخلص 1200 درهم، يعني 40 درهم في النهار اجي 1200 درهم، تسمى الكراء ديال المنزل. بزاف هاد الشيء، بزاف هاد الساكنه، وحتى التجار طالبين منهم شي وثائق، كانك غادي تخرج الفيزا ماشي غادي تنزل الطوموبيل ديالك في مرآب. هاد الشيء بزاف، يعني شروط تعجيزيه بزاف. هنا كتوصل الدقيقه، دابا الدقيقه كتوصل ب 10 دراهم. سمع السيد العمده المحترم، انا غنمشي معاك ضربه ضربه. هذا اسمع، عاود هذا السيد هذا اسمع كريم، المشكل اللي كان كبير هو انه هاد الناس هادو ديجا خداو قرار. شنو هو القرار اللي خداوه؟ هو عطاو 150 شخص اللي عطاوها في المدينه فاس العتيقه، فاس كامله عطاوها 150 اللي عطاوها التجار اللي هما اللي استافدوا، هما اللي غادي يبقاو يخلصوا الثمن الرمزي. اما حنايا اللي تباقي اخرى التجار الاخرين ما عندهم حتى شي استفاده. والدليل ديال هادشي هذا، شوف انا العمل سيدي هما دابا كاينين بنايه لا مجال ما عندهم. السيد العمدة المحترم، أكرر وأكرر أنك عندما وافقت ودوزتي في الدورة ديال المجلس المحترم الموقر نقطة ديال تفويت المرائب لهذ الشركة، إذا الصلاحية فهي لك وفهو اختصاصك، لأن لو لم يكن اختصاصك ما جاوش يقولوا لك أنت صوت، دونك أنت اللي صوتتي وعطيتي الشرعية لهذ الشركة. رجاء السيد العمده المحترم، هاد الشركه راه فرضت اثمنه خياليه، وراه فرضت اثمنه تعجيزيه، وراه دارت شروط من اجل لابون مول واحد العدد ديال التجار اللي كيتعدى 150 لكل المرائب، وراه فرضت شروط خصك تجيب الضريبه وخصك راه تعدات الاختصاص ديالها. فالسيد العمده المحترم يجب ان تتدخل، ان هذا اختصاصك كعمده باش حنا كنعرفوا اختصاصك، لان انت من اعطيت الشرعيه لهاد الشركه. السؤال المطروح، وهذا سؤال كنطرحوه، جات شركه
للرباط ما عندناش غرض نجبدوا الاسم ديالها، وخدات هاد الصفقه وغتجمع القبيط والفلوس وما غتعطي حتى ريال للجماعه وغتكرفس على الساكنه والتجار. هل يرضيك السيد العمده المحترم هذا السلوك؟ دابا فواد الزحول، عين زليطن، باب القيسه، في الرصيف، في راس القليعه، احتجاجات، وهذا الشيء راه كيسخن، هذا الشيء لن يؤدي الى طريقه الخير. راجعنا السيد العمده بالصفه اللي عندك، خصك تتصل بهذا المدير ديال هذه الشركه وخصك تجلس معاه وخصك دير معاه النقط على الحروف، اما يلتزم التسعيره للزوار ولا الساكنه ولا التجار في المستوى وفي المتناول، ولا يجمع الشطيطو ويمشيو بعد منا. راه كاين شركات هنا محليه يمكن لها تجيب حتى هي اله ديال التيكي، وداك الشيء اللي دار ديرو ياك البنايه كلها ديال الساكنه فاس، لي باركين ياك ديال الساكنه فاس والتجار، ياك سيدنا الله ينصرو ويكرمو هو اللي كرمنا بهاد المواقف السيارات. فإلا غتجي هاد الشركة تنضبط ودير الأسمنة اللي معقولة، ولا راه غتخلق الفوضى وغتصدق خالقة أزمة اقتصادية وسياسية، وغتهلك تهرس السياحة وتهرس الاقتصاد ديال 12 القرن. والعمل اللي دار الجبار اللي دارتو السلطات المحلية وكالة إنقاذ فاس في تتبع المشاريع الملكية ديال سيدنا اللي تخسرت عليها الماير في المدينة، سيتم محاصرتها بهاد الشركة اللي جات للمداخل وغتحاصرها. ما غيدخلوا سياح، ما غيجيو زوار، ما غيجيو الناس تجار. الساكنة دابا راها الأكثرية خرجوا من هاد لي باركين ومشاو لباركينات عشوائية ورجعوا، والدليل ها هو سيروا شوفوا الباركين دباب جديد وديال واد الزحول ها هو خاوي، حنا غنلوحو لكم الفيديو. إذا هاد الشركة واش جاية باش تربح ودمر الساكنه والتجار ديال مدينه فاس ودمر الاقتصاد؟ هذا راه السيد العمده هذا راه ماشي معقول. راه العمل اللي دار وغيدار تهرسوا هاد الشركه. انا ما عندي حتى مشكل مع هاد الشركه، ولكن هاد الشركه جات ما عرفناهاش كي جات وماشي شغلنا وما كنسقسيوش. تعطات لها الصلاحيه ملي صوتوا كمنتخبين، سوف نحاسبكم كمنتخبون اللي صوتو. اما حتى الغرفه، ما الغرفه غير دارت اجتماع تما وتابليكات وما عندها حتى علاقه، والغرفه مؤسسه استشاريه. من الاحسن تخلي دابا الناس التجار والساكنه يهضروا على راسهم. دابا انت سيد العمده ولا المجلس ديالك المقر، من صوتتم على هذه الشركه فالله يجازيك بخير. الا غتوجهوا شي سؤال للسلطات المحليه وجهوه نتوما، الا غتوجهوا شي لوم وجهوه نتوما. حنا لا علاقه لنا بالسلطات المحليه، ما نلوموها، حنا ماشي شغلنا. اللي غيهضر علينا وغينوب علينا هو السيد العمده. الله يجازيك بخير، تحمل مسؤوليتك، وانا على علم وعلى يقين انك في الاول، وانا طرحت عليك السؤال في المجلس عندما ملي ضحيتي ودوزتيه في الدوره هذه النقطه، وضحيتي بلي فريب بالفلوس اللي غتدخلهم هاد لي باركين من اجل صالح الساكنه والتجار. ها الساكنه والتجار يشكون وما عاجبهمش الحال. الا كنتي ضحيتي من اجل الساكنه والتجار، خصك تدخل السيد العمده وهاد المدير تعيط له، دير غير شركه ويؤدي معنا الواجبات، واللي انيليو داك لي فريب داك التامينه الخياليه. حنا ماشي في كندا ولا حنا في فاس. الازمه والفخر والزلط والبؤس. ثانيا خصنا الحل غدا، راه الناس كيجتمعوا باش ما تخليوش الفوضى تنوض، تخليوش الناس تجتمع. ملي ما غتدخلش وملي ما غتحلوش المشكل غادي يكونوا الاجتماعات، غادي يكونوا وقفات، حنا في غنى عن هادشي. فسيد العمده انا قلتها واكررها، انا كنعرف المعدن ديالك الاصيل وكنعرف النية ديالك الحسنة والطيبوبة. راه ملي دوزتي في الدورة ديال المجلس، الدورة على أن تعطي الصلاحية لهاد الشركة ودوزتوها وصوتو، إذا نتوما اللي عطيتو الصلاحية لهاد الشركة ماشي السلطة المحلية ولا صوت عليها شي واحد. نتوما اللي صوتو عليها، نتوما اللي غنلوموكم، نتوما اللي إلا دارتو شي فلطة هاد الشركة، أنت اللي خصك تدخل وتعرف ودير معاها النقاط.
وما يمكنش هاد السيد العمدة نجي شركة من الرباط وتجمع لنا القبيط ودير لنا تسمينة خيالية وما تعطي حتى ريال للجماعة ونخليوها دير اللي بغات. هذا الشيء راه غير معقول. الناس كتحتج، التجار، السكان، حنا داك الفلوس وداك الأثمنة راه خيالية. إلا كانت جاية هاد الشركة باش تربح راه خصها دير أثمنة معقولة وتربح. إلا جاية عمدا باش تدمر الاقتصاد والسياحة وتخرج على مدينة فاس قولوها لنا. فاليوم وجهت الرسالة لك سيدي العمدة المحترم بكل احترام وكل أداب، وأقول لك أنت ومجلسك من صوت وأعطى وعطى الصلاحية لهاد الشركة ديال لي باركين اللي قابطة، فخصك تدخل وتضبطها. يمكنش داك الأثمنة بعدا راها خيالية، ليلة بربعين درهم، من 12 الليل 12 بربعين درهم. شكون هاد الزائر اللي غيجي؟ غتقتلو المدينة، غتقتلو الاقتصاد، غتقتلو السياحة، غتقتلو كلشي. الله يجازيك بخير السيد العمدة. الرسالة ديالي حنا ما نلومو حتى واحد، نلومو المجلس ديالك ونلوموك، ولكن انت هادشي ما درتيش بسوء نية، راه درتيه بحسن نية. ونعرفك السيد العمدة انك ملي ضحيتي بالفلوس وداك الليفري اللي غتجيب هاد لي باركين، قلتي انا ما عنديش الغرض بالفلوس، عندي الغرض بالراحة ديال السكينة، وعندي الغرض ان الزوار يجي يصيبوا في لي باركي. وانت السيد العمدة، انا ولي نكرر الكلام ديالك، وانا هاد اللي كلام تقت به وعارفو على حق، ولكن دابا السيد العمدة خصك تدخل. غادي نسمع هاد الفيديو للاخوه اللي عاد دخلوا وغادي نختم. انا طرحت السؤال على السيد العمدة، المشروع الملكي، الشركة ديال المراكين جات مرحبا بها، اللي واش الجماعة غتستافد شي حاجة؟ غتستافد شي مبلغ؟ غنستافد، هذا هو اللي بغينا. المبلغ اللي غنستافد هو يتفتحوا داك المراكين. لا اسير هو تفضل، لا واش مبلغ مادي؟ لا كان هو الجماعة. تفضل اسير، حتى هو الجماعة معايا، يعني انت هو اللي كتمني الجماعة. انا الربح ديالنا الكبير ونكونوا واضحين، هو يتفتح داك الشيء للتجار والصناع والسياح يجي. أن تروجت لنا الدنيا هاد المدينة، هي تروجت هاد الزوار، لأن الناس يجيو يزورو ما تيلقاوش فين يقعدو في البلاد ديالهم، لا تجار لا سائحين لا سائحين لا كذا. إذا حنا هذا الرواج، رواج كبير أنا عندي بالنسبة للمدينة. شكرا سي العمدة المحترم. بأن المداخل ما غاديكونوش، غاديكونو غاديكونو في بوجلود وفي هذا الوصف اللي عاد غيوجد. هذا مازال ما الآخرين ما شدو التالية. الله يجازيك بخير السيد العمدة. مازال الاخرين غادي نديروهم حنا الفائده ديالنا. شوف الله يجازيكم بخير، ما يكونش عندنا هذا الهاجس ديال الربح. المداخيل خصها تدخل الجامعه. العمدة كان كيقلب لنا على الراحه كتجار وكساكنه، النيه ديالو حسنه ما عندناش فيها، ولكن هاد الشركه راه تمادات على الحد ديالها وراها دايره الفوضى دابا. وهادشي راه اللهم إلا هذا منكر. حنا لحد الساعة مازال كنوجهو الرسالة بكل احترام. فاليوم السيد العمدة المحترم أنت هو المسؤول الأول اللي تحل الإشكال وتضبط هاد الشركة، ولا تجمع شطيطها وشواكشها وتمشي بحالتها. راه في ظرف سيمانة ديرو أبيل دوفر، يجيو شركات راه يعطيو جوج ولا ثلاثة المليار فهادشي هذا. حنا ضحينا قلنا، ولكن ماشي نضحيو ماديا وتكرفصو علينا معنويا وتكرفصو التجار. و 200 درهم وخصك باش التجار 150 درهم خصك تجيب لهم الكاغيط ديال الدار، وخصك تجيب لهم الصداق، وخصك تجيب لهم وخصك تجيب لهم الضريبه. هذا العبث والبهلال. هذه شركه خصها تلتزم الحدود ديالها وتطلب شي حوايج اللي قانونيين. فاليوم كنت واضح. اخوان اللي كيوجهوا لنا رساله كيقولوا لنا وجهوا رساله للسلطه الوالي، انا لا علاقه لنا بالوالي الجهه، ممثل صاحب الجلاله. حنا كنعرفوا السيد العمدة اللي صوت عليه. واش الوالي الجهه هو اللي صوت على هذه الشركه؟ هو اللي عطاها الصلاحيه؟ العمدة عبد السلام البقالي ومجلسه في دوره المجلس الاخيره هم من صوتوا على شركه المراكين باش تسقط المراكين. بما انهم صوتوا على الصلاحيه خصهم يضبطوها.
إعادة النظر في هذه الأثمنة، حل الإشكالات وهذه الاحتجاجات، يتحمل المسؤولية ديالهم. ودائما غنختم، أنا متأكد وعارف أنك في الأول ملي درتي وهذا الشيء درتيه من أجل الصالح. حنا دابا كسكان وكتجار وكساكنة مكرفصين مع هذه الشركة بهذه الأثمنة. نقدنا السيد العمدة المحترم الله يجزيك بخير ودخل قبل فوات الأوان، باش ما تقولوا لنا لا كنديروا السياسة ولا كنديروا الافلام ولا كنديروا المسرحيات ولا كنديروا الوقفات. لحد الساعه حنا ملتزمين وغنبقاو ملتزمين تنشوفوا رد الفعل ديالكم، ولكن راه ما يمكنناش نخلصوا هذه الاثمنه اللي كاينه دابا. هذه اثمنه خياليه، فخص اعاده النظر. السيد الوالي علينا بالافتخار والاحترام. خويا اللي كيكومونتي يقول لك هضروا مع الوالي، ما الوالي الجهه علينا بالافتخار والاحترام، ممثل صاحب الجلاله بعيد علينا. نوجه الرسالة للسيد اللي كيمثلنا والسيد اللي صوت وعطى الصلاحية للشركة. شكرا لكم إخواني وأخواتي، كما قلت هذا الموضوع غادي نحرص عليه دائما، والهدف ديالي هو أن الناس تفهم هذه شركة جات غتاخذ القبيض وغتربح وحنا غتدمرنا ماشي مشكل، ولكن وحشمو شوية وبزاف على هادشي والفاس راه فيها وتحقرونا بزاف. حنا وجهنا رسالتنا للممثل ديالنا اللي كيمثل الساكنه السيد عبد المحترم، وقلنا الله يجزيك بخير دخل لان انت من اعطيت الصلاحيه. شكرا لكم اخواني اخواتي، شكرا على التتبع. راه مازالين غنبقاو خايدين في هذا الموضوع، ولكن حنا ما غنوضوا فوضى، ما غنديروش شي حاجه اللي غير قانون. مازالين لحد الساعه كنوجهوا الرسائل بكل احترام وادب وبقانونيه. الوقت اللي غنتاكدوا ان هذا الفيلم ما غيتحلش، لا توريوناش ما نديروا داك الساعات، ونكونوا داك الساعات درنا اللي علينا والكره عندكم. كنشكر الاخوان والجمعيات والمستشارين اللي دخلوا في هذا الموضوع، كنشكرهم. لان كنشكر واحد المستشاره في مقاطعه فاس المدينه الرشيده القرشي، كنشكرك على الشجاعه ديالك وعلى الوقوف ديالك، وكنشكر رؤساء الجمعيات، وكنشكر كل اللي هضر في هذا الموضوع باسلوب حضاري ودافع. اما بالنسبه للغرفه ديال التجاره والصناعه، التجاره اللي قبلت ان تاجر يعطي المعلومات ودار الضريبه بينت على الضعف ديالها، فالله يجزيكم بخير، خليكم في التقار، حنا نتوما ما عندكم حتى علاقه. حنا وجهنا رسالة للعمدة اللي صوت على داك الشركة، نتوما ما عندكم حتى علاقة، مؤسسة استشارية ما عندكم حتى صلاحية، خليونا بيننا وبين الشركة وبين العمدة وبين المتدخلين. الله يجزيكم بخير، تكمشوا ولا كان شي رحلة ولا شي خرجة ولا شي سفر، سيروا سافروا عطيو النواب ديالكم، خليونا حنا في التقار الله يجزيكم بخير، وخليونا نتصاور من الشفاوي. أبانتم على الضعف ديالكم لي وافقتوا على ان نبقاو نعطيو حنا التجار يعطيو اخر ضريبه ويعطيو التسويات الماديه والمعنويه، بينتوا انكم غير تابعين جيلنا بالنفخ. وشكرا للجمعيات اللي دخلت والاشخاص والساكنه والتجار، والمستشاره الوحيده اللي دخلت هي الاستاذه رشيده القرشي. تحياتي واحتراماتي للجميع. غدا ان شاء الله غنواكبوا هاد الايامات، ما كاين غير فيديو على هذا الموضوع، حتى ان شاء الله يجيب الله التيسير.